هذه هي الحكاية. السينما المصرية. البحر بيضحك لي وانا نازل الدلع عاملة الأولاد. قديمة قدم الدولة المصرية وشهيرة إلى حد يضاهي شهرة إهرامات مصر ورافدها الوحيد النيل، لكنها في ذات الوقت ثاني أهم مصدر للدخل القومي بعد القطن المصري حتى عام 42. بدأت مشوارها ببضعة أفلام صامتة لتصبح اليوم القوة الناعمة التي تصارعت على إدارتها قوى المال والسياسة وأساطين الفكر، فأصبحت مرة صوت الشعب وضميره الحي الذي يروي حكاية البلد على مر العصور، ومرة أخرى وسيلة من وسائل أدلجة الناس التي تدور في فلك ما يريده الحاكم من المحكوم. وبين هذا الوصف وذاك حكاية مد وجزر تمتد لأكثر من 120 عاما. تلك هي حكاية اليوم عن السينما المصرية. حكاية السينما المصرية بدأت مع بداية الأخوين لوميير اللذان أنتجا فيلم المصنع عام 1895 كأول فيلم بتاريخ السينما العالمية. بعد عام واحد عرض الفيلم في مقهى زاوني بالأسكندرية، والتي كان يسكنها آنذاك عدد كبير من المهاجرين الأوروبيين، لا سيما اليونانيون والإيطاليون، والذين كانوا يشكلون إلى جانب اليهود فيها عصب الحياة الاقتصادية في البلاد وهمزة الوصل التي تربط مصر بالعالم ومبتكراته الحديثة. في عام 1917 أنتجت الشركة الإيطالية المصرية للسينما العائد للإيطالي أمبرتو دوريس أول فيلمين صامتين في استودياتها، هما الأزهار القاتلة وشرف البدوي، ومن ثم خرجت بأفلام عدة لعل أبرزها قبلة الصحراء وبرسوم يبحث عن وظيفة عام 1922. كان الأوروبيون يسيطرون على صناعة السينما آنذاك، فإلى جانب أمبرتو دوريس ظهر توغو مزراحي الذي يتحدر من عائلة يهودية إيطالية اشتهرت بتجارة القطن في الإسكندرية منذ زمن بعيد. ترك مزراحي تجارة العائلة والدراسة في أوروبا بعد أن جذبته إليها أضواء السينما، فقدم للسينما شخصية شالوم الكوميدية على غرار شخصية تشارلي تشابلن. عن ناس الجنتلما يا سلام لم يا جدعان. لكن احتكار الأوروبيين للسينما المصرية استمر حتى عام 1935، حيث ظهرت شركات استوديو مصر والنحاس، وبرزت مع هاتين الشركتين أسماء جديدة مثل المخرج محمد كريم الذي ترك علامات فارقة في تاريخ السينما المصرية. فبعد تصويره أفلام مصرية عدة لصالح شركات إيطالية، سافر كريم إلى فرنسا لدراسة الإخراج وعاد إلى مصر لينتج أفلاما عدة أبرزها أولاد الذوات عام 1932، والذي يعد أول فيلم ناطق باللغة العربية. بعد عام واحد أقنع كريم الموسيقار محمد عبد الوهاب بتمثيل فيلم الوردة البيضاء عام 1933، ليكون بذلك أول فيلم غنائي بتاريخ السينما المصرية. مع بدايات السينما الناطقة حققت السينما المصرية انتشارا واسعا في معظم الدول العربية، ما جعلها أداة ثقافية تتصارع على إدارتها القوى الفاعلة في البلاد من مفكرين وأدباء ناقمين على واقع الحال وحكام تصدروا المشهد السياسي ورجال أعمال قرروا استثمار أموالهم في صناعة السينما التي أصبحت ثاني أكبر مصدر للدخل القومي في البلاد بعد القطن حتى عام 1945. حتى نهاية الحرب العالمية الثانية كانت السينما حكرا على الأوروبيين في مصر، لكن قواعد اللعبة تغيرت، حيث ظهرت طبقة أغنياء الحرب الذين حققوا ثراء سريعا جراء عملهم في تموين الجيش البريطاني بكل ما يحتاجه من مأكل ومشرب وملبس، إضافة إلى استحواذهم على أليات الجيش البريطاني ومعداته غير العسكرية،
والتي تركوها بعد انسحابهم من مصر ليبيعها تجار الحروب بثروات طائلة. استثمر أغنياء الحروب ثرواتهم السريعة في قطاع السينما ليرتفع إنتاج الأفلام آنذاك من 40 إلى 100 فيلم في عام 1942، الأمر الذي أدى إلى ظهور ممثلين جدد حققوا حضورا مميزا فيما عرف آنذاك بالأفلام الشعبية، لعل أبرز تلك الأسماء إسماعيل ياسين وأنور وجدي. ومع تعاظم دور السينما في التأثير على الجماهير، بدأ الفن السابع يصطدم بمنظومة الحكم في البلاد. مسخونة؟ وأنت من زي التانيين؟ مفيش واحدة منكم. ففي عام 1938 منع القصر الملكي عرض فيلم لاشين لما فيه من دلالات رمزية في إدانة الملك وتصويره كحاكم منغمس في الملذات بعد أن سلم مقاليد البلاد إلى حاشيته وقادة جيشه، ليتكرر نفس المشهد عام 52 مع فيلم مصطفى كامل. إسقاط الملكية وتولي حركة الضباط الأحرار زمام الأمور في البلاد، دخلت العلاقة بين السينما والسلطة مرحلة وردية أفرزت فيها أفلاما تعيد الناس بالعدالة الاجتماعية والمساواة على شاكلة فيلم رد قلبي عام 57، والذي يتزوج فيه ابن الخادم الذي أصبح ضابطا في الجيش المصري من ابنة المخدوم الأميرة إنجي التي أطاحت الثورة بأبيها ونفوذه وثروته. في عام 1963 قامت الحكومة بتأميم قطاع السينما وضمه إلى تشكيل جديد عرف بالمؤسسة العامة للسينما مثلها مثل قناة السويس، وذلك لإنتاج الأفلام الروائية الطويلة ولكي يكون منبرا لنشر الأفكار الاشتراكية والقومية على غرار فيلم ثورة اليمن عام 62 وفيلم جميل أبو حريد عام 58 والذي يروي قصة الثورة في الجزائر. أدى احتكار الدولة للسينما إلى هروب عدد كبير من الفنانين إلى خارج البلاد، لعل أبرزهم فاتن حمامة التي غادرت إلى لبنان، وفريد شوقي الذي غادر مصر للعمل في تركيا، فيما رحل عمر الشريف إلى أوروبا. إلا أن هذا التضييق لم يمنع من خروج بعض الأفلام من مقص الرقابة لتثير جدلا واسعا في أوساط الرأي العام المصري، بعد أن عاودت السينما انتقاد السلطة في مضامين الرواية، لعل أبرزها فيلمي المتمردون عام 68 والذي يدين استئثار إثارة الطبقة العسكرية بحكم البلاد ويدعو للتمرد عليها، وفيلم شيء من الخوف عام 69 الذي يراه المختصون نقدا رمزيا للرئيس الأسبق جمال عبد الناصر من خلال شخصية بطل الفيلم عتريس. رغم تصاعد حدة الجدل حول الفيلمين آنذاك، إلا أن عبد الناصر تدخل بقرار منه للسماح بعرض الفيلمين. ما كانش بيهد غير كده يا عتريس، فتحت على نفسك طاقة جهنم. مع مجيء نكسة حزيران عام 67 رفع القطاع العام يده عن السينما ليترك للناس متنفسا يلهيهم عن مرحلة ما بعد النكسة، فظهرت آنذاك ما عرف بأفلام التيرسو، حيث كانت صلاة العرض تعرض ثلاثة أفلام بتذكرة عرض واحدة. عدد الإنتاج السينمائي يزداد كما على حساب النوعية، إلا أن الدولة استمرت في أدلجة الناس. بعد مجيء محمد أنور السادات إلى سدة الحكم، صبت السينما المصرية جام غضبها على عهد الرئيس عبد الناصر من خلال الأفلام التي تحدثت عن المعتقلات والسجون على شاكلة فيلم الكرنك، لكنها عادت بعد فترة وجيزة لتنتقد واقع الحال في البلاد بعد نكسة حزيران من خلال أفلام تركت بصمات واضحة لدى الجمهور على شاكلة فيلم ثرثر فوق النيل عام 71. وعلى هذا الغرار تكررت نفس السيناريوهات مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لكن وفق متغيرات اجتماعية واقتصادية أبرزها مرحلة الانفتاح الاقتصادي، حيث زاد عدد العمال المهاجرين إلى الدول العربية وارتفعت مداخل الطبقة العاملة، وبات الإقبال أكثر على أفلام أشرطة الفيديو سواء في مصر أو دول الخليج العربي، فظهر ما عرف آنذاك بأفلام المقاولات التي أنتجت أفلام واطئة الكلفة والمضمون بالاستعانة بوجوه فنية جديدة مثل محمد هنيدي وأحمد حلمي ومحمد سعد. وفي هذا الصدد يعد الأخوان محمد وأحمد السبكي من أبرز الأسماء في هذا الاتجاه، واللذان حولا نشاطهما التجاري من بيع اللحوم إلى الإنتاج السينمائي.
وفي مطلع القرن الحادي والعشرين ظهر عصر المحطات الفضائية، حيث برزت محطات مختصة بعرض أفلام سينمائية مثل روتانا وام تي في واي ار تي وغيرها من الأسماء، لترسخ نفوذ المال على الإنتاج السينمائي، ليستمر بذلك الصراع بين السينما وسطوة الحاكم والمال والمفكر. ختاما، يبقى السؤال الأهم في هذه المعادلة: ما هو دور السينما والفن في بلادك؟ هل هي منبر ينتقد الواقع الاجتماعي ويوثق لتاريخ البلاد، أم أنه وسيلة بيد أصحاب النفوذ السياسي والاقتصادي لأدلجة الناس؟